سن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: انتشر بين الكثير من الشباب منشورات تفيد جواز قتال رجال الأمن وخاصة المباحث، وعبارة عن فتوى منسوبة لأحد طلاب العلم. يقول انتشر بين الكثير فتوى وعبارة عن فتوى منسوبة لأحد طلاب العلم وأنه في حكم المرتدين، فنرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في ذلك والأثر المترتب على هذا الفعل الخطير. هذا ما هو غريب على الخوارج، هذا مذهب الخوارج. الخوارج قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، قتلوه. ليس هذا بغريب، اللي قتل علي بن أبي طالب ألا يقتل رجال الأمن؟ هذا مذهب الخوارج، ما هو غريب. والذي أفتاهم هل يقوم مثلهم؟ هل يقوم منهم؟ نعم، نسأل الله العافية.